السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قرائي الأعزاء ومشاهدي الأعزاء، أهلا بيكم. النهاردة حقيقي أتكلم معاكم عن أديب كبير، ولكنه كتب كتب كتير وترجم خاصة في العلم، وهو عبد الله ابن المقفع. وهقول لكم مين هو عبد الله ابن المقفع، وليه سمي عبد الله بن المقفع، واتولد امتى، وهل كان مسلم ولا مجوسي، وكانت ايه اخلاقه، وكان ايه اهم انتاجه المعرفي، وكان مولود امتى او عاش امتى، في اي عصر من عصور الدولة الإسلامية. يمكن انا عبد الله بن المقفع كده اكون اتكلمت على ثلاثة من العلماء الكبار، ممكن نقول ادباء اكتر منهم علماء، لكنهم تناولوا مواضيع متعلقة بعلم الحيوان. الاول اللي انا اتكلمت عليه كان الجاحظ، وكان المفروض ان هو اتكلم عليه بعد ابن المقفع، ولكن لأن ابن المقفع عاش قبل الجاحظ، وبعدين جه الجاحظ في العصر العباسي، ما عاش أي فترة في العصر الأموي بخلاف ابن المقفع. اتولد وعاش فترة وهو شاب في نهاية العصر الأموي، الدولة الأموية، وبعدين بعد كده لما حدث تحولت الدولة الأموية وظهرت الدولة العباسية، هو عاش مع فيها فترة إلى أن قتل أو أعدم بمعنى أصح. ثم تحدثت عن الدميري. الدميري ده مصري وكان عالم أزهري في أثناء العصر المملوكي، ولكنه كتب كتاب رائع جدا اسمه كتاب الحيوان الكبرى، وده كتاب رائع جدا جدا. أما الجاحظ فكتب كتاب الحيوان. الاتنين بيشتركوا سواء الجاحظ أو الدميري، مع إن الفرق ما بينهم في السنوات كتير، ده العصر العباسي وده العصر المملوكي، إلا إن الكتابين بيتكلموا عن الحيوان في الحياة العربية. فكل سواء الدميري أو الجاحظ في كتابهم الحيوان أو حياة الحيوان الكبرى مسكوا حيوان حيوان وقعدوا يتكلموا عنه باستفاضة، واستخدموا بقى الشعر والنثر وكل شيء متعلق بالحيوان عشان يوصفوه من ناحية شكلية، منافعه، مضره، ذكره في الشعر العربي، ذكره في الأحاديث، ذكره في القرآن. شيء رائع، يعني يعتبر موسوعة علمية في هذا العصر ولهذا العصر اللي احنا عايشين فيه عن الحيوانات، خاصة ان هم مسكوها ابجديا. طبعا في فروقات كبيرة ما بين الكتابين، خاصة ان الدميري اضاف حيوانات كتير الجاحظ ما كانش اضافها، بالاضافة لتناول الحيوان اختلف اختلاف كبير. والجاحظ طبعا كان بيوصف كل الحيوانات بما فيها الحيوانات الصحراويه، اما الدميري كان بيوصف البيئه اللي هي كان عايش فيها اكتر. اما ابن المقفع فاتكلم عن كتاب ترجمه اللي هو كليله ودمنه، والكتاب بيتكلم عن استخدام القصص الشعبي في كرمز، استخدام الحيوان كرمز للمثل والحكم، اللي المؤلف اللي هو هنا المؤلف الرئيسي، يعني اللي هو المفروض هندي، وبعدين اترجم إلى اللغة الفارسية أو البهلوية، ثم إلى اللغة العربية عن طريق ابن المقفع. فكليلة ودمنة عبارة عن قصص كتيرة جدا جدا، كل قصة بتحكي عن حيوان بيتحدث مع حيوانات أخرى سواء من نوعه أو من أنواع أخرى، وبعدين قصة تجيب ورا قصة داخل القصة، يعني القصة نفسها ممكن نسمي القصة الأم، ثم يتفرع منها القصص الأبناء في نفس القصة وكل أبطالها حيوانات.
حتى يعود الكاتب أو المؤلف إلى القصة الأم عشان يخرج منها بحكمة معينة أو رسالة معينة للقارئ، وكأنه بيستنطق البشر يعني. لكن سمي كليلة ودمنة لأن أشهر قصتين أو أشهر قصة كان بطلها كليلة ودمنة، وكليلة ودمنة دي من الحيوانات اللي هي شبيهة من عائلة الكلاب يعني، ومشهورة جدا ونوعية متوحشة يعني من الكلاب، فهو سماهم كليلة ودمنة، وقال عنهم بقى أحاديث عن كليلة وحكايتها بقى مع دمنة إخوات، وأدت إلى الفروقات الشخصية في السمات الشخصية ما بين الطمع والحكمة، أدت إلى يعني هلاك كليلة، وحتى أدت إلى برضو مشاكل كبيرة جدا لدمنة. فده كتاب كله حكم، و يعني الحكم دي تنفع الرجل العادي وتنفع أهل الحكم. فهتحدث معاكم النهاردة عن ابن المقفع، ونشوف حكايته إيه مع كليلة ودمنة. خالص تحياتي. وممكن تشوفوا هنا بقى حضراتكم الدميري، ده الكتاب بتاعه، والجاحظ، وجحوظ عينيه باين هنا، وده الكتاب بتاعه اللي هو الحيوان، وبعدين ابن المقفع اللي هو كتاب كليلة ودمنة. هذا الثلاث صور، الثلاث أدباء الكبار بالترتيب كده، ابن المقفع، كليلة ودمنة، العصر الأموي والدولة الأموية، ثم الجاحظ في الدولة، طبعا الدولة الأموية، وثم العباسية، وبعدين الجاحظ في الدولة العباسية كتاب الحيوان، حياة الحيوان الكبرى، والدميري اللي هو عالم الحيوان. ثلاث أدباء رائعين جدا جدا، وتعلموا من بعضهم البعض، ولكن طبعا طريقة كتابة ابن المقافع كانت مختلفة تماما، كان مبني على القصص، أما الجاحظ والدميري كانوا متشابهين لأنهم بيتكلموا على الحيوانات نفسها وبيئتها والأخنمة. ابن المقافع كان مختلف تماما. ده يعني عشان تشوفوا بس صورهم في وقتهم والفروقات ما بينهم. في صور طبعا لابن المقفع مختلفة بتبين ان هو كان وسيم اكتر من كده بكتير. دول العلماء الثلاثة اللي انا مهتم بيهم. طبعا انا مهتم بجميع الأدباء والعلماء المسلمين، خاصة في عصر النهضة الإسلامية اللي هو بنسميها العصر الذهبي للإسلام. بنقول للذهبي لأنه حدثت فيه نهضة علمية وأدبية ومعرفية غير عادية، وكان بسبب الترجمة، حركة الترجمة اللي بدأت في العصر أو الدولة الأموية خاصة في عهد المأمون، واستمرت في الدولة العباسية، ونتيجة للإبداع نفسه للعلماء والأدباء المسلمين. يعني ما نقلوه من معرفة عن اليونانيين بالذات، وطبعا عن عما أبدعوه هم أنفسهم في أدب وفي العلم. العجيب بقى اللي أنا لاحظته في الفترة دي بقراءاتي وتحليلاتي، إن معظم الأدباء والعلماء وحتى رجال الفقه في الفترة دي كانوا مما يطلق عليه الأعاجم، اللي هم غير عرب وعاشوا بين العرب، سواء معظمهم طبعا أسلموا وجزء منهم بسيط لم يسلم، لكن كانوا بينتموا إلى الدولة الإسلامية، وده كان شيء رائع. يعني أنا يشبه دلوقتي ما تقوم به أمريكا من 100 سنة فاتت أو أكتر، إن هم بيعتمدوا على الأجانب في كل شيء دون التمييز ما بين اللي جاي من الدولة دي أو الدولة دي، زي ما حصل بالظبط أيام العصر الذهبي للإسلام، وده كان سابق ما حدث في أمريكا وما حدث في كندا وما حدث في أستراليا وما حدث حتى في الدول العربية حديثا
زي الإمارات والسعودية اللي هم والكويت وقطر وعمان اللي هم اعتمدوا على الأجانب في إنتاج المعرفة وفي الإبداع، وبيحصل في الآخر للدولة اللي بيقطنها هذا الأديب أو هذا العالم. فحقيقة أنا معجب جدا جدا بشخصية عبد الله بن المقفع رغم نهايته المأساوية اللي أنا هسرد لها حلقة خاصة، والجاحظ لأنه كان شخصية مع أنه ما كانش عكس ابن المقفع. ابن المقفع كان بيتمتع بوسامة غير عادية، وسامة الفرس المعروف، وسامة غير عادية ولباقة غير عادية وحكمة غير عادية وقدرة على التعبير عن الذات باللغة بدرجة كبيرة جدا جدا. لكن على عكسه الجاحظ كان بيمتلك كل أدوات الثقافة والمعرفة والتعبير عن الذات وكل شيء، لكنه كان عين لديه يعني عينه فيها جحوظ شديد جدا جدا، فكانش يعني جميل بمعنى أصح. لا كان بيقولوا عليه ان هو بالنسبة للرجال او السيدات ان هو منفر، عكس عبد الله بن المقفع اللي هو كان بيقولوا عليه لا ده جاذب للسيدات يعني لجماله ووسامته. العالم الثالث او الاديب الثالث اللي هو الدميري. الدميري وده برضو انا هسرد ليه حلقة خاصة لأنه معجب بيه جدا، لأنه قصة كفاح غير عادية، لأنه كان عالم أزهري ثم كتب عن الحيوان. لو خدناه بالترتيب هنقول الأول عبد الله بن المقفع. ليه؟ لأنه اتولد سنة 106 هجرية وتوفاه الله ربنا يرحمه بقى سنة 142 هجرية، يعني تقريبا قعد كام سنة؟ تقريبا حاجة و30 سنة. أوكي، فطبعا مات هو شاب يعني عن عمر قصير تقريبا 35 سنة. طبعا الفترة دي كان في نهاية الدولة الأموية ثم حدث قيام الدولة العباسية، فمعظم وقته وشهرته وكتبه وتأليفه حدث أيام الدولة العباسية أكتر منه أيام الدولة الأموية، وده كان له قصة كبيرة يعني. رغم أنه كان مشهور بالصداقة والصدق والملاطفة إلا أنه مات موتة شنيعة جدا جدا على يد أمير البصرة في هذا الوقت. طبعا مش هحرق هذا الموضوع، هسيبه لما أجي أتكلم على ابن المقفع، لكن حقيقي أنا شخصية معجب بيها، خاصة كان مخلص جدا جدا في صداقته، وهتعرفوا لما أجي أتكلم عنه ليه كان صديق صدوق، حتى كتاباته كانت معظمها عن الصداقة، وكان حكيم جدا. فعبد الله بن المقفع حد اتولد في مدينة فارسية جنب البصرة، وولد مجوسي، وثم راح البصرة لما أصبح شاب، وبعدين أسلم، وبعدين كمل حياته مسلما، ولكن حدث بقى في الآخر مشكلة كبيرة جدا ما بينه وما بين أمير البلاد آنذاك، وده أدى إلى أنه مات أسوأ موتة تسمعنا. ولكنه ترك لنا مجموعة من الكتب، الأدب الصغير والأدب الكبير وكتب تانية، وكان أهمها كتاب كليلة ودمنة اللي أنا قلت لحضراتكم من شوية ليه سموها كليلة ودم، وإيه هو كليلة ودم؟ طبعا هنتكلم عليه بالتفصيل لأنه كتاب غير عادي غير عادي، وفي ناس حصلوا على جوائز عليه نتيجة تحليلاتهم عليه، وجوائز كبيرة جدا جدا خاصة من ألمانيا. الجاحظ لا أنا معجب بيه جدا لأنه كان من القراءات وتشعر أنه دمه خفيف جدا. وبعدين عمر بقى يعني هو اتولد طبعا ما حصلش او ما عاش وقت عبد الله بن المقفع، فجاء بعده بحوالي تقريبا 17 سنه، اتولد بعده ب 17 سنه بعد ما ابن المقفع مات ب 17 سنه، وعاش 92 سنه ما شاء الله، فطبعا ده عمر مديد يعني، فطبعا انتج معرفه كبيره جدا. لكن لو قارنا
على فكرة لو قارنا الإنتاج المعرفي لابن المقفع اللي عملهم طبعا 35 سنة، شيل منهم 15 سنة على الأقل يعني 20 سنة، ده نلاقي نسبيا إنتاجه عالي جدا جدا، ومن ناحية العدد والكم نسبيا بالنسبة للجاحظ. الجاحظ بقى كتب اللي هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محجوب، ده كتب كتاب رائع جدا جدا، مسلي جدا ومعرفي جدا جدا، كتاب الحيوان. أنا يعني طبعا أنا عشان تخصصي علم الحيوان، أنا صحيح تخصصي علم المناعة والأورام، ولكن بنستخدم الحيوانات في تجاربنا بطريقة واسعة جدا جدا جدا. صحيح بنستخدم نوعية معينة من الحيوانات، لكن أنا تخصصي برضو علم الحيوان في الأساس، فبجد إن المكتبة العربية محتاجة كتب التلاتة دول، وخاصة كتاب الجاحظ والدميري. المهم كتب الجاحظ كتاب الحيوان، غير كتبه طبعا التانية كتير جدا، وكتاب ماتع ماتع رائع جدا جدا، لأنه ماسك حيوان حيوان يعني ماسكهم كده بالحروف الأبجدية، أو الأسد لحد آخر حاجة يمامة أو الآخر، وبيتكلم عنها بقى بالتفصيل. هو والجاحظ، هو والدميري، الدميري برضو يعني كتب بطريقة مشابهة ليه، يمسكوا الحيوان ويبتدوا يوصفوه، ويوصفوه بالشكل الظاهري، ثم زي ما قلت لحضراتكم من شوية، ثم فوائده في الطب، الفوائد بتاعته في الطب والبيئة بتاعته، وبيتزوج ازاي وسلوكه ايه، وبعدين تبع ايه العائلة بتاعته. فكتاب علمي ومعرفي وأدبي. نيجي بقى للعالم أو الأديب بقى الثالث اللي أنا برضو معجب جدا جدا بيه، اللي هو الدميري. وعلى فكرة الجاحظ مات وكتب وقعت عليه، مكتبته وقعت عليه، كان عايز يجيب كتاب أو حاجة زي كده، فشده فالكتب وقعت عليه فمات، مات من الكتب، عاش للكتب ومات للكتب. واعتقد انه ما اتجوزش، واعتقد ابن المقفع برضه لم يتزوج. الدميري بقى ده كان عالم ازهري من الدرجه الاولى، وله قصه جميله جدا انا هبقى احكيها لحضراتكم في المحاضره بتاعته او الموضوع بتاعه. ولكن نبغ جدا جدا كعالم ازهري على يد استاذه، وهو كان ابن واحد اساسا ترزي، وبعدين شافوا عالم أزهري، هقول لحضركم الموضوع ده بالتفصيل بعدين، فلقاه مختلف، ولقاه بيقضي الوقت اللي ما فيش فيه شغل مع والده في التفصيل، يجيب كتب ويقرأ، فالراجل تبناه، أقول لكم طبعا اسمه بعد كده، تبناه لحد ما بقى عالم، وخده حتى معاه مكة، وكان هناك بيدي دروس، اشتهر جدا. ومع ذلك لما رجع مصر، ده الكلام ده كان في العصر المملوك، يعني هو اتولد سنة 742 هجرية، يعني بعد تقريبا 500 سنة من الجاحظ، تخيلوا 500 سنة من الجاحظ، وعاش 64 سنة، لكن في العصر المملوكي طبعا الكلام ده في مصر. وكتب الكتاب الرائع والشهير جدا اللي هو حياة الحيوان الكبرى، اللي هو مشابه لكتاب الحيوان للجاحظ بس مختلف فيه أمور كتير جدا. فدول ثلاث أدباء من الدرجة الأولى أنا معجب بيهم جدا جدا جدا. طبعا أنا أتحدث أعمل سلسلة عن الأدباء والعلماء، هنتقل بقى من الأدباء للعلماء بعد كده إن شاء الله، ولكن الأدباء الثلاثة دول أبهروني، عبد الله بن المقفع، والجاحظ اللي جه بعده بحوالي 17 سنة، ثم الدميري اللي جه بعد الجاحظ ب 500 سنة، لكن كتبوا ثلاث كتب رائعين جدا. هو طبعا الجاحظ كتب الحيوان، والدميري حياة الحيوان، أما عبد الله بن المقفع هو المفروض بيقال إن هو ترجم، لكن أحيانا برضو في بعض الأقاويل بتقول لا ده هو ما ترجمش، ده هو مؤلفه بس قال كده عشان السلطان أو يعني الحاكم أيامها ما يفهموش خطأ ويؤدي إلى عقابه، عقاب شديد، وإن كان الحاكم برضو عقبه نتيجة لسوء أدبه معاه زي ما أقول لكم. ده كانت مقدمة عن الثلاث أدباء الكبار
اللي كتبوا جمعوا ما بين الأدب والعلم في تخصص علم الحيوان. صح ما كانوش كان بعضهم بيعمل تجارب، لكن هو كان وصفي أكتر منه أي شيء. أتمنى إن شاء الله إن كل موضوع يجيبكم عن ابن المقفع والجاحظ والدميري، لأن كتير سمعنا الأسماء دي لكن مش عارفين التفاصيل لحياتهم والكتب بتاعتهم اللي هي بقت في المكتبات دلوقتي بفضل التكنولوجيا الحديثة. شكرا لكم جميعا، ونلتقي في محاضرة عن كل واحد من هؤلاء الأدباء العظام. كان معكم دكتور محمد لبيب سالم، تحياتي.